الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتعرف بيكي؟ ازيك يا استاذ اسامه؟ الحمد لله تمام تمام اتعرف بيها بحضرتك. ينفع ما اقولش اسمي؟ ينفع جدا. طيب كام سنه؟ القلب المجروح. القلب المجروح ده كام سنه بقى؟ 27. وبقاله مجروح كام سنه؟ 27. ال 27 سنه قلبك مجروح؟ يعني قلبك ما طبش حتى شهرين في السنه؟ لا. طيب احكي لي، انت مرتبطه؟ متجوزه. متجوزه بقالك كام سنه متجوزه؟ 10 سنين. متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ جواز تقليدي. جواز تقليدي. عندك اولاد؟ 3 اولاد. ربنا يخليهم لك يا رب. طيب يا رب. في بدايه الخطوبه والجواز ما حصلش شويه مشاعر لطافه لذاذه كده؟ يعني ما حصلش شد جذب وعجبتي بيه؟ انا كنت مخطوبه اول ما قبل جوزي، وكنت بحب خطيبي، بس ما حصلش نصيب، حصل مشاكل كده وسبته وما حصلش نصيب. قعدتي مخطوبه قد ايه؟ قعدت مخطوبه يجي سنه. يعني اول خطوبه كان عندك 16 سنه يمكن، مش كده؟ وبعد كده اتجوزتي، او 15 سنه كنت صغيره خالص يعني. وبعد كده اتجوزتي جوزك ده وانت عندك 27 سنه. اتجوزت جوزي وما كنتش عايزاه، بس اهلي غصبوني عليه. طب بقالك 10 سنين معاه، ال 10 سنين دول ما حصلش فيهم بس شويه مشاعر قربتوا من بعض، في عشره؟ مش كده ولا ايه؟ ما هو في ولاد. يعني اكيد حصلت مشاعر وحاجات لطيفه يعني. حصل، ولما حصل كده وبدات ان انا احب جوزي واقرب منه، دخل لي في حياته واحد صاحبي. دخل في حياتك انت واحد صاحبه، ولا دخل في حياته هو أنا واحد صاحبه؟ انا دخل في حياتي انا واحد صاحبه. واحد صاحبه. طب احكي لي ايه اللي حصل بالظبط؟ واحد صاحبه يعني بيتردد، بيجي عندنا على طول. وحبني وانا ما كنتش اعرف. ولما حصل كلام ما بيني وما بينه قال لي ده انا بحبك. فمش عارفه اعمل ايه. مش عارفه تعملي ايه؟ حبيته انا كمان. اه بقى كده قولي انك حبيتي. حبيت انا كمان، ومش عارفه برضو. انا مش عارفه اتكلم اقول ايه. بقالكوا قد ايه مع بعض انت وصاحبه ده؟ بقالنا يجي 4 شهور. حصلت علاقه ما بينكم؟ لا. طب كويس الحمد لله. هو عاوز بس انا اللي مش راضي. ما هو اساسا قال لك انا بحبك عشان هو عايز يعمل علاقه مش اكتر. صاحبك ده متجوز مش كده؟ متجوز قريب. متجوز قريبته وبيجي لكم كتير وكده؟ طيب طبعا هو قاعد يقول لك كلام لطيف والحب واللطافه واللذاذه، وانت جميله وانت انسان رقيقه، وبحس من ناحيتك باحاسيسه من ساعه ما شفتك من اول مره وانا اتشدت لك. قال لك الكلمتين دول؟ طبعا. ما هم الكلمتين دول ده كورس معروف، يعني عارفه زي كورس الانتبيوتك كده، بيتاخد ورا بعضه حبايه كل 12 ساعه. انا مع الاسف طبعا لما بقول كده كل الرجاله اللي بتعمل كده واللي بترسم الرسمه دي بيزعلوا مني، لان انا بفتشهم قدام الدنيا. ما ثانيه واحده بس، واحده واحده. الراجل عايز منك ايه؟ طلب منك ايه؟ طلب مني يبقى في علاقه ما بيننا بس. طلب منك تتطلقي ويتجوزك وانا هطلق مراتي، انا بحبك ولازم احنا الاثنين نتطلق ونهرب سوا ونعمل الفيلم ده؟ لا لا. قال لك انا عايز بقوله. استني بس، ما طلبش ده، هو عايز يعمل علاقه. بس هو شاف هذه الإنسانة، شافها كده على بعضها التركيبة دي عجبته، قال أنا عايز إيه؟ إيه؟ أنا مش كده. محدش قال إن حضرتك كده، إنما برضو يكفي شرف المحاولة. الراجل شاف وجرب وخبط على الباب وأنت فتحتي له الباب، وبيحاول ولسه مستمر في المحاولة لحد ما ياخد اللي هو عايزه. وأول ما ياخد اللي هو عايزه هيديكي بل في رجله. وفي الحالة دي مش هتقدري تقولي اي حاجة، مش هتقدري تعترضي على انه اداكي باللي في رجله، لان انت هتقولي ده انا هستاهل اللي في رجله واللي في رجل جوزي واللي في رجل العمارة بحالها. قال انا اللي عملت في نفسي كده، انا بحبه يا اسامة، انا بحبه يا اسامة عشان بيقولي كلام حلو. طب ما انت ممكن تقولي لجوزك كلام حلو ويقولك كلام حلو. ممكن تقولي لجوزك بقول لك ايه، انا لا عارف اقول لك كلام حلو ولا عارف تقول لي كلام حلو، فنتطلق ونغور في داهيه احنا الاثنين ونخلص، بس ابقى حره طليقه، فلما الاقي واحد يقول لي كلام حر كلام حلو يبقى من حقي اسمع الكلام الحلو. انما بالشكل اللي انت فيه ده مش من حقك تسمعي الكلام الحلو، مش من حقك تقولي الكلام الحلو،
لأنك لو سمعتي وقلتي هتبقي الست الخاينة وانت على أول الطريق على فكرة عشان تبقي عارفة. ولو خد منك اللي هو عايزه مش هتبقي خاينة بس، هتبقي خاينة بمسميات أخرى.